وسهلا بكم يا اهلا باللي تفرجوا فينا الكل اينما كنتم داخل وخارج حدود الوطن. الناس الكل الكبير الصغير اللي يتبع على حسين مادام تتفرج فينا مرحبا بيك. باش نحفلوا جو لينا في استوديو لوف على قناه التاسعه. بيان سور طبعا مانيش وحدي الليله، معايا ثله من الكرونيكال المزيانين اللي انا نحبهم اللي ولينا عائله واحده مع بعضنا. على يميني ايمان بن ذياب مرحبا بيك، على يساري زياد الجلولي مرحبا بيك زيدون، طبعا الرائع عوص المسعودي، المرأة الحديدية اللي هي نموت عليها برشا درسان في الشعال. بعد غياب طويل رجعت بحذانا بلورانجي مزيانة دائما على الدوام صفير الرمضاني، مثير للجدل دائما وديما عندك طلعات اللي انا نحبهم فيه قدور الارتيستو. طبعا ضيف عزيز على قلبي برشا لاني انا بيدي تربطني بها علاقه صداقه، علاقه انسانيه محلاها، وحبيب الناس الكل الفنان يحضر معنا وينورنا في البلاتو معز الترودي. طبعا نحب نبدا البرنامج نتاعنا بالاحتفالات بالفرحه، نحب نقول ليله عندنا خبير مزيان يجينا مع عند قدور الارتيست اللي هي حاجه تفرحك وتفرحنا لانه ذي يدل على النجاح نتاعك قدور. باهي الله احمد واصلي واسلم وابارك على النبي احمد واحمده تعالى ان من علي بهذا البرنامج ومن خلال هذا البرنامج من علي بمتابعين واصدقاء من جميع بقاع العالم العربي والعالم ككل. أه. اللي بفضلهم هما إدارة اليوتيوب مشكورة بعثوا لي الدرع بمناسبة وصولي ل 100,000 مشترك. برافو برافو. خليني نقول اللي راهو مروى الرمضاني الشيء هذا بعد ربي سبحانه، مروى الرمضاني اللي هي عندها الفضل الكبير. علاش؟ خاطر هي اللي عطاتني الفرصه باش وليت كرونيكور باش وليت مثير للجدل كما تقول انت. وخليني نقول اللي راهو كل تعليق نشوفه من الناس اللي تبع فيا راهو يزيدني احساس بالمسؤوليه ويزيدني فخر ويزيدني شرف كبير. وان شاء الله يا ربي اسال الله ان كما جمعني بكم في الدنيا ان يجمعني بكم على حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه أنا الله. انا نحب اقول كلمه حق، هو هذا يعطيك الصحه قدر وهذايا شيء هذايا نجم كان يفرحنا احنا لان احنا اكيب مي هذايا زاده يدل على انك انت مجتهد وخدام واليوم معناها بالاجماع وعندك برشا من خلالك. انت نحب نقدم تحيه كبيره برشا للجزائريين اللي تبعوا فينا الكل ويتبعوا فيك، عندك دفاع برشا من الجزائر من ليبيا من العالم العربي. برافو قدور. ولا شوف انا لا استثني احد حنان من جميع بقاع العالم، لكن تزيريه يعني يا خويا نحبونا وقربنا بعضنا وتحيه لهم الكل وتحيه للجاليه التونسيه اللي تعيش لبرا زاده، وهذه شيء يفرح. مبروك قدروا. شكرا شكرا. مبروك علينا الكل طبعا، خاطر اذا انا ننجح راهو البرنامج نجح. اكيد اكيد اكسبو دور علينا ديزابوني. مبروك عليه. انا كي سمعت انا كي سمعت الدعاء وكل كيفاش يدعي من الاول نسخيلو ربح عمره. ان شاء الله ان شاء الله ايش خير من محبه الناس. انا ديما نقول ان شاء الله اي انسان يجتهد ويثابر ويخدم على روحه ان شاء الله ربي ينجحه وان شاء الله ديما متالق. يلا نبداو البلاتو نتاعنا وجونا مزيان وجونا عالمي وفقراتنا متنوعه. باش نبدا بالرائع حبيب قلبي معز الترودي، شنحوالك؟ الحمد لله صافا. نورتنا. مبروك عليك الزواج الجميل والسهرات الجميله اللي عديناها معاك. انت تستاهل كل خير، انت انسانه محبوبه برشا، نحبك برشا ونعزوك وانا فرحان اللي انا موجود اليوم مع فريق استوديو نوف بكل حب وباش نصافحوا الجمهور في امسيه مزيانه كما اليوم. وانت قلت لنا بديت لنا بالحب وبدينا بالاجواء وبالفرحه القدور. خلينا نبداو بالغناء مش خيره؟ نبداو اكيد. يلا اعطينا غنايه على الطايح نحفلوا البلاتو.
يعطيك الصحة يعطيك الصحة معز الترودي، كنت معنا في دقك ربي ورجعتي لي اللطف يا ربي. أغنية انتقامية بيت نحكيو عليها من بعد. ميتوا جاء الوقت نتاع الأخبار والأكتواليتي مع بوليميك مع صفي الرمضاني. صف صفيت اهلا بيك. عسلامة حنون. الحمد لله اخترنا شوية أخبار اللي عملت بوليميك معناتها الجمعة هذيا وتحدثت عليها برشا ناس في وسائل التواصل الاجتماعي، ونبداو بالطبيعة مع لاعب كرة القدم السابق والكرونيكور معناتها المحلل الرياضي عمار الجمل اللي كان عبر مؤخرا في ستوري فيسبوك على في ستوري قالها على أسباب انفصاله على زوجته الانستغرام جرورويت، وقال الناس اللي تسأل فيا علاش باش نطلق اللي خير الانستغرام على واجباته الزوجيه ويختار يوري حياته للناس يتحمل مسؤوليته في الحلوه والمره والحياه الافتراضيه فيها الباهي والخايب. الله غالب ما جيتش انستغراماز باش نهبط لكم كان الباهي اللي في حياتي خاطر ما تعلمتش نكذب على العباد. ليلتكم زينه وربي يعوضنا الكل ومحلاكم ومحلى مساجاتكم. الستوريه هذيا لقات تفاعل كبير معناتها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه برشا معناتها من الساحه الفنيه اللي عبروا معناتها على تضامنهم مع رولوات كيما نرمين صفر وكيما سمين الوافي. وعمر الجمل زاد قعد يجاوب وقال لهم انا راه ما يقلقنيش السبان واستنست نلعب في تيران فيه 80,000 شخص يبداو يسبوا فيا دونك ما يقلقنيش السبان وانا حر. شنخلي لكم بيان سور تعليق على الاخبار هذه. باهي انا ساعه بور كومونسي نحب نكون واضحه، انا راني جو سوي كونتر ضد على الاخر باش نتناولوا الحياه الشخصيه نتاع الفنانين وتاع العباد المعروفين ولا اي انسان معناها حياته الشخصيه هذيك ملكه وحده. مي الا غالب على خاطر زاد الخبر هذايا معناها حتى ابار السوشيال ميديا فما وسائل اعلام معناها تناولته خذا برشا وحكاو فيه برشا دونك احنا بار اوبليغاسيون باش نحكيو فيه. صحيح موضوع فرض روحه، موضوع فرض روحه ولا موضوع الساعه؟ رايكم نحب نبدا ساعة بور كومونسي بمعز الترودي اللي هو فنان وناشط على التيك توك وناشط على الانستغرام وناشط على الفيسبوك، والحياة نتاع الفنان اليوم كيفاش تراها من خلال عمار جمل ورورويت وربي يهدي النفوس احنا نقولوا؟ أنا نضم صوتي للمرأة دائما، ما نعرفش علاش في الحالة هذه معناها حسيت خونا عمار كان ينجم يتكتم على خصوصياته أو الحاجات اللي تنجم تسيء لزوجته أو إكس زوجته وتكون الحكاية بيناتهم وتكون الانفصال ودي طريقة ودية تكون تحفظ كرامتها هي وهو يحفظ كرامته. دونك اللي يلعب ما ينغرش، هو لعب بطريقة معناها تمس في شخص المرأة هذه. دونك رجعت له بالرأي المخالف للناس خاطر باش يفهموه بالغلط أو باش يفهموه بالصحيح مهما كان تفكيره هو، ولكن أنا ضد أني نتهم المرأة أو أني نفصح بحاجات تسيء إليها وفات العلاقة أو أسرار بارك الله معناها حياتي أي أسرار حياتي قول فلا بارك الله فيها انتهت العلاقة ربي يجيب لها ما خير وتصبح على خير. بيوتي أسرار أنا نحب نعرف بعد رأيك تحب نعرف رأي أوس في الحكاية هذية كيف شفت الحكاية أوس؟ والله كيفاش تشوفها شفتك العباد الكل ما دخت احنا التوانسة فما معناها أنا فما واحد نعرفه مش نسميه يحط كومنتير الروروات هاو قال عليك عمار يمشي العمار يحط لها وقال عليك رورويات يا رسول الله. فما عباد راهي عايشه بالحكايه هذيا فهمتني والفازه ساعات نحن نحكيو فما عباد راهم تحكي في فازه نتاع ستيلك اللي اسمع قال لك تو هذا موضوع تحكيو عليه عمار الجمل لو في العالم الكل نحكي كي شاكيرا تخالفت هي وبيكي تقلب بالعالم، كي انجيلينا تخالفت هي وبراد بيت تقلب بالعالم. انت ما يعرفك حد كي تعمل مشكله يسمع بها خالك وداركم هكا هذيك انت هذوما الناس بالسيفه عليهم هو هب تعرف عليه صار ساعات زاده مش نعطيه الحق وسالوني عليه في الانستغرام ودائما مانيش حارزه راني ما نجمش خاطر فما عباد اللي متغشش اكثر من عمار ورورويت راه فما عباد راه عروق خارجين وكيفاش تعمل لها كاكا ولا يحب الراجل اكثر من مرته فهمتني ياكل كلمه باهيه يا اخو هاني ريت عرسهم اللي مشوا تعشوا في العرس ومشوا قعدوا ومبروك عمار مبروك رورويت قولوا كلمه باهيه ولا اسكت يعطيك الصحة قول كلمة باهية ولا اسكت ما تعطيش رأي خاطر مهما كان التفاصيل الصحيحة ما يعرفها حد كانوا نحب نعرف دورساف وانت امراه تونسيه وتدافع على المراه وتدافع على كيفاش ريت الحكايه دورساف؟ اول حاجه نحييها الطفله محليها رغم اللي صار الكل واللي تقلبت الدنيا واللي عملوا فيها ما تكلمتش وما ردتش الفعل بطريقه خايبه يرحم والديها. بالنسبه لي هو شوف امساك بمعروف او تسريح باحسان
حرام وعيب. تحب تمشي على روحك ما عجبتكش من الاولى، هي جايت شنو ما فنازه جايت بلا شو اسمه انستغراموس يظهر لي ما غشتوش، عارف الموضوع وفاهم ما عجبكش استر مستر ربي ابخي تو ماهوش عيب يمس في السمعه ولا في الشرف ولا في حاجه، وبر على روحك وفي الموضوع. تي هي طلعت اعقل منه عيب، هي اصغر منه وش قدام من عام وطلعت اعقل منه عيب، عيب ما يصيرش، عيب حرام عيب. والله انا شنو نحب نقول، انا نحب من خلال كلامكم انتوما انا نحب نحكي اون جينيرال، كسوا شخص معروف ولا مش معروف، راهي الحياه الزوجيه او الحياه العائليه راهو مش من حقه باش يحكي فيها حتى حد، ما تخرجوش اسراركم حتى كنت فارقتوا بالحسنى. نحب نعرف ايمان بن ذياب شنو رايك في الحكايه هذه. سامحني شيء ما يجيش الحقيقه باش نحكيو على معناتها ان سيغتان طون كانت مرتك وتحبها وتحبك وتاكل في العصيده وقاعده عسل وكيما قاعدين نشوفوا الناس الكل وكيما تفرجنا الناس الكل، وصح عليها كي جاي راجل معناتها باش يقول عليها الكلام هذاك ويدللها في وقت من الاوقات، اما تو دانكو تجي من بعد تولي ما عادش عجبتك وما تقضيش وكل، لا لا بابا مش لازم عليها لا باش طيب لك لا باش تقضي لك لا حتى شيء، انت عمر جمال في بالي دونك يا قاعده هي مش لازم تجيب وحده طيب وحده تقضي وحده تمسح وهي اميره في بيت زوجي. ربي سامحني يا حنان جيستومون قدوره ليلى محمد رسول الله ساعه خليني نقول اللي راهو مشروع الزواج هو مشروع القليل القليل من يفلح في بدايته ونهايته. البدايات معروفه الناس الكل نعرف البدايات نتاع الزواج والعلاقات الزوجيه محلاها وتساور وكذا كما صار مع اخونا عمار، لكن العبره بالخواتيم. الخواتيم لشنو؟ انا نلوم عمار جمل والومه لوما شديدا. علاش؟ لانه فما خصوصيات نتاع بيتك هذيك نورمالمون ما تخرجش للعباد. نورمالمون ربي قال ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الحاجه اللي هو نساها، وانا نعرف راه متاكد من تربيته الطفل هذاك، لكن ما عندوش تجربه في الحياه وما عندوش تجربه يعني ما عرسش قبل، لكن ما يسالش. ربي ان شاء الله ربي يعوضك، وحتى الطفله زاد اللي كان مخوها ان شاء الله ربي يعوضها. زواج ثاني قدو كيفاه؟ هذا زواج ثاني عرس مش مشكل ما يسالش، يقعد ناقص تجربه. شنو يزمع حاجه اخرى بالنسبه لي لحظه انا نحب نرجع للمعز على كلمه قالها اللي كيفاش؟ قال ليلى محمد رسول الله يلعب ما ينغرش اللي يلعب ما ينغرش فوالا راهو سامحني يا معز هذايا منطق بائس بمعنى شنيا تعرف اللي يلعب ما ينغرش بمعنى شنيا بمعنى من كان الاسرع الى يعني الى كشف المساوئ على حاجه خايبه على الاخر من كان الاسرع بالعكس لا لا انا ما قصدتش غادي خلي يقصد احنا سامحني احنا في ديننا سامحني حنين احنا في ديننا وفي شرعنا راه وريت لي طيحها هو العاقل وهو الحكيم هي فوالا هذاك القصد حاجه اخرى ولكن انت انا سامحني انا ما تكلموش مع بعضكم معز تو نعطيك الكلمه يا معز تو نعطيك الكلمه بربي سامحني نحب نرجع الايمان انت قلت مش لازم تطيب له ومش لازم تغسل له ومش لازم كذا ما فهمتش انا الواجبات مع المرأة تجاه زوجها شنيا؟ لا الواجبات سامحني مش لا شو خلينا نفهموا نقطة تنظيمية من تو ما نتكلموش مع بعضنا يكمل كلامه من بعد نعطي الكلمة للمعز بعد نرجع للإيمان سامحني لعل وعسى المفاهيم تتقلبت بحكم أن راهو ياسر بعدنا على ديننا راه واجبات المرأة تجاه الرجل راهو أنا مانيش ما نجمش أنا نجي اليوم باش نقولهم شنوما معناتها معناها كي تشوف أمك كيفاش تصرفت مع أبوك يعني يظهر لي هذا اكبر دليل راه واجبات المراه اي نعم منها طيب لرجلها وتغسل لرجلها وتسمع كلام رجلها والكل بيتي بخاطر ما فما حد لا ينجم الراجل يفرض على المراه ولا تنجم المراه تفرض على الراجل يعني خليني نقول الزواج ليس لمحاسن انثى ولا لمال رجل انما هو اعمار بيت محاط بطاعه الله والسلام عليكم ورحمه الله جست توضيح لكلمه حبيت نفسر لك ان اللي يلعب ما ينغرش انا لهنا انت ماكش تتبع في 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 حيثيات القصه بالضبط ما نتبعش اسال الله ان يجعلني متتبعا لعورات الناس لكن لهنا شكون نقصد اللي لعب اللعبه اللي بدا يعمل المشكله هو عمل مشكله صنع مشكله هي رجعت عليه ورجع عليه الجمهور دونك هو لعب لهنا قلت اللي يلعب ما ينغرش دونك لهنا يلزمك ديما تقرا حسابك كي باش تلعب مع ناس او تلعب مع مراه اقرا حساب الناس راه باش تجي ضدك راك مشهور راك ماكش انسان معناها دو باساج باش يعديوها لك كيما جات انا سامحني ما نلومكش معز تعرف علاش سامحني انا راني على بينه انت ديجا حياتك الخاصه اللي نقاسي وداني في التيك توك
داخل يعني في اللعبه معناها. لا لا سامحني معناها انا ما نستغربش منك. يمكن 5% من حياتي خويا عندنا رابط في حياتنا محلاه اللي هو الرابط الديني الرابط الشرعي اللي ما ينجم حتى حد يتعديه، وبالعكس ريت لما تكون محافظ على هذا الرابط ما ينجم حتى نساء حتى الشيطان بيده ما نجمش يدخل في حياتك الشخصيه. اما ربي راجع بينا الى سواء السبيل وكاو. إمام إيمان كيف في كلمة؟ مانيش باش نرجع في كلمتي، ماهيش مجبورة لا باش تسيق لا باش تمسح لا هي باش تطيب. وراجل كيما هذاك عنده لي زوبورتينيتي الكل باش يعمل كل شيء لمرته، ما فماش علاش باش تقوم هي بالشيء هذاك. تفضل زياد. أنا ضد قدور حنان كيف يقول يلزمها الطيب بالسيف عليه، ما هيش بالسيف باش تطيب له ولا تقد له في الدار. اللي نعرفوه أنه هذا طيب خاطر طيب خاطر، وكان لازم نعاونوا مع بعض نعاونوا بعضنا في الدار. انا واحد من الناس مستعد نعاون مرتي في الدار نطيب معاها، مش نقول لك قد لي بالسيف وطيب لي بالسيف. اياكم والغضب، راهو ساعات كلمه راهي كلمه ساعات انفعال زايد يكلفك الضريبه غاليه، وان شاء الله ربي يهدي النفوس، وان شاء الله الحاجات هذوما ما عادش نسمعوهم، وربي يحسن ما بين كل كوبل. والحياه الزوجيه راهي بارتاج بارتاج بارتاج، ويا ربي يهدي النفوس. نمر للخبر الثاني فقط. كلمه خير بالله صغيره سامحني، بس كلمه خير في خونا قدور، انا راني نحبه ونقدره برشا كثير. براتيكمون 20 على 20 براتيكمون يسلم الى اهله. شكرا. شكرا. ما ننساش مازلنا محتفلين بالهديه نتاعو. يلا سامحني حنان. يلا سالشه. راهو انت قلت على لي تعقيبا على كلامك، راهو كل انسان من حقه يغضب، تعرف علاش؟ لانه الغضب الغضب كيبدا اكسبوزي للعباد، نقصد ليه؟ اما محلاه الانسان كيف يغضب على محارم ربي سبحانه فقط، هذاك يجوز لك الغضب. شكرا لك يا دكتور. الخبر الثاني صفاء. يلا باش نتعداو للخبر الثاني، اما نحب نقول في تعليق، هي البدايات محلاها، علاش ما تكون حتى النهايات محلاها؟ والاكزامبل شفناه تو، مثلا شفنا تامر حسني وقت اللي باش يطلق، شفتوا ستوريات اللي هبطوهم هو وزوجته وتمنى لها الخير وكل، نتمنى انه الناس الكل بيان شوف تمشي على المثال هذايا. وباش نحكيو على الخبر الثاني اللي زاد عمل ضجه الجمعه هذه على وسائل التواصل الاجتماعي، هو نرمين صفر وتصاور اللي نشرتهم في ستوريات وكل في فستان نتاع زفاف، واعلنت انها عرست وقالت زوجي مصري، وهبطت ستوري اخرى قالت ما استدعيتش الناس اللي ما تحبنيش وما تحبش فني، وستوري اخرى قالت هاي الرقاصه عرست. ولكن من بعد تبين انه التصاور هذوما كلهم هما تصاور نتاع كليب، وهذه استراتيجية نتاع كوميونيكاسيون ماركتينغ اعتمدتها باش تعاود الاغنيه نتاع تسويق حبيبه، يعني تسوق للتسويق الاغنيه نتاعها، وباش تعمل اعاده توزيع الاغنيه حبيبه مسيكا على سرير النوم دلعني. ديما انا نقول ديما نرمين صفر، ديما نرمين صفر تختار ديما طريقه معناها ديفيرونت، طريقه هكا خارج عن المالوف، وسائد باش تسوق باش تسوق للبرودوي نتاعها. مي انا نحب نسال قدور شبيك شبيك تستغفر شفام نحكي واحنا على فنانه تسوق البرودوي نتاعها. والله سامحني مع احترامي لاختار نرمين صفر، ما فهمتش معناتها، والله مع احترامي الشديد لها والله العظيم، والله خلينا باش نفرقوا بين التصريح وصاحب التصريح. معناتها انا نلوم عليك كيفاش تقول قاعده تسوق للكليب نتاعها للغناء ولا للغناء اللي هي معناتها اصلا حتى التيتر ما نجمش نقوله انا، معناها احتراما للسيد المشاهد. هي اغنيه قديمه لحبيبه مسيكا بالله 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 احترموا العقول نتاعنا هكا هو، ما سي بون ما عادش ترجع لي عليها الحكايه الجمله ذي تتواصل معناها خويا غير. يلا نمشي نحب نسمع راي درساف. درساف وخايتي محليك وانيقه وجميله، لا تتشنجي لا حتى شيء، اعطي رايك وانا مر. جت الدور حبيبتي. الاغنيه راهي نتاع حبيبه مسيكا، عندها برشا قديمه الاغنيه ياسر، دخلت للتاريخ ديجا الاغنيه قديمه من ويظهر لي الكلنا نعرفوها، مش نوليو تو ما نعرفوهاش. هي استغلت الفرصه، مش انا راني هو مباح اللي تعمل فيه حاجه تخصها، استغلت الفرصه باش تاخذ اغنيه تعمل بها البوز، وطريقه التسويق اللي سوقت بها الاغنيه نتاعها يستعملوا فيها في الكره الارضيه الكل، في العالم، في امريكا، في البلايص الكل، ما تنجمش تلوم عليها الكل. هيفا اللي كانت هيفا مريزق اللي كانت معانا وساميه ما قالوا قصه حب ومن بعد طلع باش يعملوا مسلسل. ان كلنا ما كل واحد عنده طرق التسويق اللي تنجم تقول اليوم التسويق في العالم. أي. في العالم اجمع، شوف في المجال شفتوه في المجال الفني بالذات راهو كلهم يعتمدوا في الحاجات هذوما، والناس تحب الاشاعات، والناس تحب تدخل تشوف المشاكل وتحب تشوف وشكون عرست وشكون راجلها وشكون طلقوا، الناس طالبه هكا، هي تتسوق للناس في اليوم طالبينه وكاو لا اكثر ولا اقل.
الغناية موجودة من قبل ماهيش جديدة مش هي قدور قدور ايش نقول لك شوف نحب نقول لك حاجة شوف كما كنت تحكي درساف طريقة التسويق تبدلت والدنيا تبدلت انت شنو اللي قلقك في الحكاية شنو اللي معناها تراه سافابا ما اقتنعتش به ما مشيش معاك ما المحتوى يا حنان يهديك المحتوى قالوا غناية قديمة المحتوى يا حنان ما راه والله العظيم والله نحشم على روحي استحي من نفسي اني قاعد نحكي على موضوع كيف هكاي وكهو ما تحبش تعلق معنا ما نحبش نعلق يا خويا خليني نذكر بايه معنى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والسلام عليكم يا ولدي شكون اللي يشيع في الفاحشه هذه تسويق على شنو تسويق للموبيل يا بيت النوم معناتها ولا تسويق لشنو يا ولدي اغنيه يا حبيبه مسيكا عاودت يا خويا انا ما نعرفهاش حبيبه مسيكا شكون سبونسر وما نعرفش ما نعرفش اغنيه اسمها لسين النوم دلعني مشكلة فيك انت ما تعرفش حبيبه مسيكا يا خويا لو ذا رايك انا ما نعرفش مو احترموني واحترموا رايي معز الترودي معز انت فنان وانت ديما تنجم تعمل نلقاوك تعمل ريبريز وتعاود هنا بيت نومي نجم يعطيكم البلاصه صحيح سمعنا كلامك قدور سمعنا رايك خلينا نسمعوا راي الفنان معز ترودي شنو رايه في الغنايه والريبريز نتاع نرمي نصفر وكلام قدور باهي اختصاصي بيت نوم تو نعطيك دروس بعد نقريك شويه بيت النوم بالنسبه لنرمين يعطيها الصحه في استراتيجيه نتاعها اللي قاعده تخدم بها عندها مده وهي تخدم على الستيل هذه نتاع البوز وتلفت الانتظار والانتباه الناس الكل والاثاره وكل شيء انا ما نلومش على نرمين حتى شيء خاطرها هي مجتهده وقاعده تجتهد في مواضيع خاصة بها شافت الإثارة في الغناية والإثارة في طريقة اللباس وكل شيء سأطير ليجون برافو يعطيك الصحة قاعدة تخدم على روحها أوكي ميرسي بوكو يلا نمشيو مع صفاء الخبر اللي بعده في الخبر اللي بعده باش نحكيو على الإبداع التكنولوجي والتطور العلمي نحكيو على إيلون ماسك اللي يعلن ويخرج تصور على زوجته المستقبلية زوجته المستقبلية اسمها كاتانيلا هي أول روبوت قام تصنيعها صممت خصيصا بالذكاء الاصطناعي بشخصية ومواصفات الأنثى اللي يحلم بها والغير موجودة في أي شخص طبيعي حد ما أنت حسب تعبيره هو كاتانيلا تشتغل بالطاقة الشمسية مدام سمعني عرس روبو مرا روبو فوالا قال لي هي فيها مواصفات المرأة أنا اللي نمشي كل القدور شو خزور اللي أخزور اللي قدور لا حول ولا قوة إلا بالله يا قدور لا وتتشرجة بالطاقة الشمسية بالرسمي تشرجة بلاش ذو ما تاكلش ذو ومزودة بوسائل حسية تخليها تشعر بالحزن والسعادة كما الناس الكل ولك تنبزها وعندها عقلية متزنة وتفاعلية وتنجم تتفاعل زيادة معاه وتحس به وقت اللي يكون معناتها في حالة نفسية خايبة تنجم تواسيه وتحس به ولا تماكيج وتمشي الحجم قدور معناها سبحان الله أين نحن وماذا نفعل سامحني معناها ربي سبحانه خلقنا مش نعرف هنا والله ساعات الكلمات تلتصق ما نجمش نعبر معناها والله معناها احنا ما يعني من قله المواضيع جبنا مواضيع كنا كي نحكيو عليها اما اجي نقول لك يبدا موضوع هكا مثير لازمنا لحظه شو يعرف الرجل انت لو قال لك جبنا مواضيع انت ودي تعرفوا الرجل يحكي عليها انا نعرفه بيان سور تعرف بجاه ربي تعرفه انا قدر الخير نعرفه بايش اذا شفت اللي بعثت على اليوتيوب صحيح معناها الرجل راهو فاز مش هكا اللي قلت كيفاش جايبين واحد نحكوا عليه خمسه وخميس على فازات لا تسلم معناها اي معناها الخبر مثير مثير تكلب العالم هذايا رواي بذا هاو قال لك رواي بذا رواي بذا عطيه بينات واحدة خلي رواي بذا توا هكا درساف راهو الموضوع ما يلزمناش نستهتروا به راهو قاعدين يقضيوا على البشريه قاعدين ينشروا بالسياسه ديجا انت قاعد تشوف في المقدمات في البرامج والذكاء الاصطناعي ينشروا في البطاله ويستغناوا على الخدمات البشريه حتى لين توصل العلاقه ما بين شنو وحييك ربي يفضلك حتى لين توصل العلاقة الحميمية ما بين راجل ومرأة راهو نبدلوها بروبوات راهو أنا شفت عرضتني دغنيغمان أخبار عرضني خبر اللي راهو المرأة زادة تنجم تختار راجل و روبو زادة أي روبو تعرس بيه وتعرس بيه بالطاقة الشمسية راهو قاعدين بالحق يبيدوا فما برنامج ماذا بيا ما تقصوهاش بربي فما برنامج لإبادة البشر راو العباد باش تولي محطوطين كي نعم تربي تحت الحيط الروبوات فما الافلام اللي تفرجنا فيهم قبل في امريكا راو هذوك ماهمش يلعبوا يعني هذا التطور العلمي التطور العلمي الذي تقول انت حسب رايك سيدمر البشريه بالضبط سيبيد البشريه في طريقها للاباده خلينا نشوف ايمان بن ذياب ايمان جد تو سامبلومون هذا التطور العلمي
انت مع التطور العلمي وي بوركوا با معني نجمو نلقاو ايمان معني مش في شخصك نحكي على مخك نهار اخر معرسه بربو راجل علاش ليه الكاتير تحكي بجدك وتبرمجه كيما تحب معناها وي وهو وقتنا توا هكاك باش بلا تخيل مرات تونسيه سامحني تخيل مرات تونسيه تبرمج في روبو ما يسمعش كلام امه يسمع يسمع كلامي كان انا نكلم برجولة كل حاجات يحبوا يبدلوهم نسيتوا يتبدلوا وتاخذوا روبو اسمع سامحني خل نسمع ايمان خاطر قالت عملت ديكلاراسيون ممكن ستثيرين ضجه انت مع النجم نلقاو ايمان بمخها هذه تنجم تستوعب انها تتزوج بربو عليه فيش العاطفيه للدرجه وعلاش ليه اعطيني حاجه تخليني مانيش عايشه مع روبو معليه للدرجه سامحنا لحظه فهمت علاش هي تتهزم اللازم مالات واخذنا بما فعل السفهاء منا لحظه مساش نكمل لحظه ما ايمان بن ذياب معناها للدرجه ما عاد فما رجال رجل معناها لحما ودما وتفكيرا واحساسا باش يملى عينيك تخمم انك معناها تقول بوركوا با روبو مبرمجو انا فما رجال وحمد الله يا ربي واخذ راجل وسيد الرجال ربي اما كيف يجي الوقت باش اني يلزمني نعمل هكا وروبو يكون معايا فماش علاش يسلم قرايتك ما شاء الله قدور لك الكلمه الله عز وجل في محكم تنزيله شي يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون صدق الله صدق العظيم وركز لي على يتفكرون بالليش اقول لك حاجه حنين تو نحن نسافي في تونس في بالك ما عملوهاش فاست الروبو يجيك رجل عادي كسكسي بالعصبان يولي روبو وفات بوليميك ديما نحكيها يعطيكم الصحه تعلم على الاخبار يعطيكم الصحه برافو نحب نمشيو تو خاطرني مخي واقف شويه مزال مخي واحد عمل هكا دونك نمشيو مع الفنان معز الترودي في صوره وتعليق يلا نمشيو مع الصورة الأولانية باش تعلق عليها معز يلا التصويرة الأولانية سلاح مصباح الفنان سلاح مصباح أي محلاه ها سلاح مصباح من الأسماء الكبيرة في تونس شنو نعلق شنو تقول فيه شنو أعطينا تعليقك على تصوير سلاح مصباح وآخر ديكلاراسيون باهي بيل مزيانة بلوزون محلاها ضحكة مزيانة تبارك الله عليه شنو الفون روج أي محلاه صورة الإنسان الجميل محلاه ربي يبارك له عملك دراسة نص شنو تحب تعبير معناها أنت الفنان سلاح مصباح فنان كبير وقامة كبيرة فنية عربية تونسية لخصته في فون وفي فون روج وندرى شنو وضحك قلت لي التصويرة ما قلتليش سلاح التصويرة مصباح ايه؟ قلت لي التصويرة شباهة قلت لك سلاح مصباح ما قلتلكش التصويرة قلت لك باش نعطيك تصويرة فيها الفنان الكبير سلاح مصباح قلت لك من 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 الفنانين الكبار في تونس وخدم وخلانا ذكرى باهية في أغاني مزيانين ومازال باش يخلينا ذكريات طيبة خاطر مازال موجود إليكزيست ويخدم ويجتهد اي وولده محلاه زاد قاعد يقدم في موسيقى مزيانة وحاجة جديدة تبارك الله عليه شنو نجم نقول أكثر من هكا كان ينجم يجتهد أكثر كان ينجم يقدم أكثر كان ينجم يعطي الصوت المزيان هذاك يعطي به برشا حاجات مزيانة ممكن ما حالفوش الحظ أو أنه ما وصلش في الفترة اللي كان فيها في أوجها وقت اللي كانت تلفزة بركة تبث نجم كانوا يتشهروا فيه ساعة قبل مش كيما تو دونك ضيع الفرصة أنا نقول معناها اللوم عليه أنه ضيع الفرصة اللي كان ينجم يقدم فيها برشا أعمال تقعد معناها تؤرخ حبيت أنا نسأل رأيك في صلاح مصباح وقت اللي خرج في مهرجان الأغنية يدور لي وقال أنا أعظم فنان في تونس شنو رأيك؟ شوي كلمة أنا في حد ذاتها كبيرة برشا وأعظم راه كل إنسان كي يتفرج في روحه في المراية يقول لك أنا أعظم يبدأ يكور وحده هو أعظم واحد أما يخرج يكور لبرا تكثر العظم وتكثر العظمات والتعظيم ودونك سافوار لازم الجمهور يعظمك أول أو الناس اللي راهو فيك يعظموك يقول لك أنت أعظم أما كي تقول أنا أعظم راهو العظمة لله سبحانه وتعالى فقط قول أنا مثلا باهي طيارة أنا تحفون أما أنا أعظم ما فماش أعظم احنا ديجا معناها تونس ديجا نمشيو للتصويرة الثانية يلا نور فنان نور شيبة الحمد لله على خلاص وحلك الحمد لله على خلاص وحلك نقول له الحمد لله فرحت ميمتك فرحت بوك عم علي فرح العائله الحمد لله على سلامتك ان شاء الله كفاره كما يقولوا ان شاء الله اخر المشاكل واخر معناها المصيبه
ان شاء الله يرجع في المهرجانات الصيفيه ويصافح الجمهور التونسي بكل حب. والله من قلبي نقول له من كل قلبي نفرحت له برشا اللي رجع، معناها ان شاء الله تكون النفسيه معناها سافا، خاطر ماك تعرف الوضعيه انسان كي يخرج من راهم الحبس. دونك الحمد لله اللي هو خرج نظيف ولاباس وما عنده شيء. تحيه للفنان نورشيبه والحمد لله ان شاء الله عوده قويه، وتحيه زاد للفنان الكبير سلاح مصباح. يلا نمشيو للتصويره اللي بعدها. الفنان وليد التونسي. وليد التونسي محلاه صديقي وعز الناس نمبر 1 نمبر 1 هو نمبر 1 بالارقام معناها نرجع لكلام سلاح مصباح، انا الاعظم ولا انا نمبر 1؟ والله راهي كل انسان كيقول انا نمبر 1 يلزم يتحمل مسؤوليته. قال انا شو قال سامحني قال حاجتي قال انا نمبر 1 وقال انا ملك الفن الشعبي. رايك؟ لا بالنسبه للملوكيه مازالت احنا ما وصلناش حتى باش حامه في الفن الشعبي في تونس، باش نوصلوا للملك مازلت ما قدمناش الحاجه القويه برشا. اشتر 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 لا 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 مش ملك راهو، مازلنا ما عملناش للرويام، ما صارتش نتاع الفن الشعبي. الرويام راهو تونس الفن الشعبي نتاع الربط نتاع الحوم ما دخلنيش في تونس. انا نحكي لك في الفن الشعبي زلنا ما عملناش الموسيقى اللي مسينا بها العالم. وقت اللي نضربوا العالم بالفن الشعبي نتاعنا عملنا في الصين حبوبه. اي اي يا غالي يغني حتى في القطب الشمالي. طونكو العالم العربي مازال ما يعرفش الفن الشعبي نتاعنا، رانا مازلنا ما وصلناش. تحب ولا تكره انت تسمع في الفن الشعبي المصري، تسمعه في العالم الكل، انت في دارك تسمع الفن الشعبي المصري، امشي لمصر ما يسمعوش الفن الشعبي التونسي. مازلنا سامحني معاش فما فنان مصري عمل له بريز الاغاني مزوده تونسيه غالط مسكين خاطر هبط في لافايات ساكن كاري غادي حسين الجسمي غنى يا خلينا اغنيه شوف محلاها كي تفرح كي غنى حسين الجسمي غنايه يا ددو يا ددو لحظه واحده باش نفهموا يا ددو احنا كل يوم نغنيو لحسين الجسمي وتامر حسني ودرشكون ونغنيو لهم كلهم مر يغنيو ونفرحوا برشا. أنا نحكي على المستوى اللي باش نوصلوا به للعالم، كي احنا تطغى غنايتنا نمسوا بها المغرب والجزائر وليبيا ونمسوا خويا كردستان العراق ونمسوا درا شنو وقت نتكلموا. سامحني معز أنا مثال بسيط، خينا ما عاد نصفيك الفنان نشرف الله يرحمه. الله يرحمه. كعبة تسمع كعبة أغنية في الفيلم. ويقصد على الكم معناتها على الكم رانا أخزر نيفو. لا أوس. والله أنا باش نقول بدقيقتي بإيجاز سيريو شوية، معناها مؤسف ياسر اللي حكيه. بالحق معناها مؤسف ياسر يسخن شيء يسخن. لا لا خليني مسخن كل خليني كمل فكرته معز مسخن خليني نقول كما برك مؤسف ياسر خاطر هما الفنانين يتعرضوا لهجوم والمشكله في عود يدافعوا على بعضهم يهزوا بعضهم ديما يجي فنان يعطي للاخر. سلاح مصباح كي قال انا الاعظم عنده الحق على خاطر فنان عاش حسب ريانا. الفنان كي يعيش بموقف عنده بموقف في تعب ياسر يبدا عنده مواقف في الحياه يبدا عنده مواقف يدافع. معناها واحد يخلي العروسات يمشي يغني على القضيه الفلسطينيه بعد 30 سنه عنده الحق يقول انا الاعظم. سلاح مصباح نحكي لك على هذه الساره فنانين بركه لا دقيقه بركه نجيك المونولوج وجماعه المسرح وجماعه المسرح على زيت هذاك جبالي عظيم وبرشا عباد عظماء. والد التونسي كي قال انا الملك مع سمير لوسيف حسب رايان الزوز يجوا ملوك حسب رايان يقصد يقصد تونس ما يقصدش العالم العربي. ما قالش انا ملك الفن الشعبي نتاع لبنان قال نتاع تونس بالارقام. المشكله اللي ما عندهمش ارقام هما اللي يسبوا فيها حسب رايي انا. عمري ما ريت واحد ناجح يسب في واحد ناجح. واضح. اعمل واضح. ارقام كيف واعمل كل يوم حبك يزيد وبعد اعطي رايك فيه واضح. فقط يلا اعطينا اللي بعده التصويره اللي بعدها. نقيب الموسيقيين ماهر الهمامي. شكونه؟ نقيب الموسيقيين ماهر الهمامي. تصويره مش واضحه ما نعرفوش. ما تعرفش نقيب الموسيقيين ماهر الهمامي؟ نقيب موسيقي بيان سور. انا نقابه احنا الموسيقيين احنا نقابه الموسيقيين. انا نقابه بيان سور. انا نعرف اكثر منك. نعرف نقابات معنا نقابه شنو اسمها نقابه فما جي اربعه ولا خمسه ولا التونسيين. نقابه موسيقيين تونسيين مش اسمه والمهن المهن المجاور. لا 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 لحظه 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 شو نقابه الموسيقيين التونسيين. خلينا نتفاهموا في فاز نتفاهموا في حاجه. فنان ماهر الهمامي نقيب الموسيقيين التونسيين هو فنان هو محترم جدا وخدم برشا للفن والفنانين. يعطي الصحة ما نعرفوش. كيفاش ما تعرفوش؟ ما شكون؟ هذه مش ما تعرفوش هذه انت تحب انت تنكر اللي انت تعرفه تلموه ماكش مستعرف به وبالنقابة وعندك مشاكل مع النقابة. مرحبا بيه فنان مع النقيب فنان فنان مرحبا بيه ان شاء الله ربي ينجحه. شنو هو الاعمال اللي قدمها؟ من الاخر شو مشكلتك مع النقابة؟ شكون النقابة؟ عندي مشكلة مع حتى نقابة بنتي تتهم فيا تقول لي عندك مشكلة. مش تتهم فيك خاطر ظاهر كي تقول لي شكون؟ قول لك النقيب. فما وحدة نقابة من النقابات هبطوا قرارات وأحكام ودرشنية وحدهم
لمت عليهم انا ما نعرفهمش شكون ساعه هما. قلت لهم يا ودي شا اخذ لي خذ لي خلينا نكلمك فسر الحاجه خلينا نحكيو مصدق ليه انا ما يهمنيش في الاشخاص ما توصلش ميساج مغموم غامض لا 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 ما تعرفش مين الهمامي دخلني في الاشخاص ليه, ليه؟ انت تعرفوا ساعه ما نعرفوش هذيك حاجه اخرى ما انا نحكي لك انا عندي مشكله سمعت مره نقابه المهن والمجاوره ولا شنو هي في الموسيقى قالوا راهو هبطوا قرارات لمت على القرارات هذوكم كيفاش تهبطوا وحدكم شنو هو القرارات اللي ما عجبتكش هبطتها ولا النقابه ذي وانت ماكش تعرف بها شنو هبطوا حكايه قال لك يلزم الفنانين في موضوع انه يكون يعمل في الريستوران المطاعم وكل شيء اللي يخدموا في المطاعم يمشي ويعملوا دي كونترا الفنان والعازف ومولا المحل يعملوا دي كونترا في القباضه هم يحبوا ينظموا القطاع والناس الكل تحب تنظيم القطاع انت في النظريا هكا صحيحه نظريا محلاها تطبيقيا اختي الغاليه راهو ما فماش حاجه اسمها نظام داخل المطاعم داخل المطاعم فما حتى ساعه باش تلقاه انت مول المطعم تلقاه كريه تحت كريه تحت كريه مول المول ماكش باش تراه جمله وهما ديجا بالطريقه هذه باش يعملوا منع لتشغيل الناس هذوما في المطاعم شو يقول لك تو انا نعاني في مشاكل مع الأمن. دورهم هو التنظيم لا 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 لازمك تفهم خلينا نوصل معلومه خلينا نوصل معلومه ومن بعد نقش المول المطعم يقول لك انا نعاني في كوجينا انا نعاني في مشكله الامن السياحي انا نعاني في مشكله تندرشنيه وباش نجيب شويه فنانين يعملوا لي جو في الريستوران كي انت تزيدوا مشكله اخرى يولي يقول لك تعرفش كيفاش هاي سايبه عليا من الحكايه الكل نبدلها لاونج تنظيم القطاع باش نبدلها واش صار هو في القطاع هذايا نبدل انا الريستوران تاعي لاونج نوقفك الكراسي طوال ونش الناس الكل تجي تعمل هكا شويه افتر ورك ياكلوا حويجتين وتصبح على خير ونسكر الباب ونمشي نرقد على روحي قال لك انت عطيت حكم صار لهنا معناش قبلك شي يصير العكس هذا اسمه تعجيز هذا اسمه قرار مسقط دون المشاورة الفنانين ليه؟ احنا ما يزيناش مشاكل في بعضنا ما يزيش احنا نهار كل كما قال اوس ماكلين بعضنا الفنانين وكلني ناكل كل ناكل وزيدوا يدخلوا فيها يدخلوا لها نقابه شو ايش نقول لك تعمل مشاكل كي هكا شوف انا ما نتصورش كان النقابه دورها تدافع على الفنان ودافع على العازف انا النقابه اللي تدافع فما نقابه تدافع لا انت معمل يجور انا كتبت مثلا نقابه في معمل يجور نسمع الفنان التونسي في تونس نقابه سامحني في تونس ما الفنانين اللي خدموا الكل بلاش نقابات وعملوا كارير يقتلوا محلاه وشهرونا في العالم بلاش نقابات تو كسرت النقاب فما تطور فما خدمه باهيه شو اشاذوا ويحفظوا ولا يقصوا علي الفنانين كلهم شاذ لا نحكي لا لك انت ها صلاح مصباح ووليد التونسي وجماعه كل خلطوا على النقابات تقبل وما عندك زملائك فنانين وقتاش خلقت النقابه مستعرفين بها النقابه في معمل في معمل الامور في معمل يجور ومحترفين ومحترمين يا حنان فما بلايص يعملوا لهم نقابه سانديكا عمال المناجم يعملوا لهم سانديكا خاطر تاع حلام الحجر احنا شنو نعمل في سانديكا الوين شبينا نجيو نقروا في روحنا بمصر هاي مصر صح عليهم عندهم نقابه ما صحش ليهم عملنا نقابه ولينا احنا في مصر كي يعملوا نقابة مثلاً نقيبة ذاك مصطفى كامل مثلاً اسم كبير وصاحب أعمال كبيرة وصاحب أندرشنية وناس يقدروه ويحترموا بعضهم وعندهم ديز أوبجيكتيف وعندهم معناها أجندة صحيحة احنا لهنا في تونس كنا قاعدين جينا عملنا ما نعرفش كيفاش قداش من نقابة ساعة 4 أو 5 والله ما في بالي فهمت وما شاوروش حتى حد وما عيطوش للعباد إجاوا وشاركونا وانتهيت الموضوع معناها جاو حاجه مسقطه وانا ضد الحاجات المسقطه موزيكا ماشيه شو نقول لك شوف انت صراحه معز انا نعرفك وديما تقبل انه ياك ما يوتيكش العارك وما يوتيكش كذا وندرا شنو يوتيك الغناء والفن والجو تعتذر الساعه بور كومونسي من نقيب الموسيقيين ماهر الهمامي اللي هو قاعد يخدم في خدمه وكتقول ما نعرفوش مرحبا بي اسمه ماهر الهمامي نتشرفوا خويا ان شاء الله معرفه طيبه بارك الله فيك ولكن راجعوا القرارات المسقطه وشاوروا الفنانين ويجوا نحكيوا مع بعض. هاي محلاها معناها استعرفت بهم يراجعوا النقابه نجموا نختلفوا مي ما نقزموش بعضنا. يلا نمشيو اعطينا غنية على الطير خلينا نمتصوا الغضب اعطينا كلمات تاع بكري هذوكم الساعه خلينا نقف عليهم انا. اش قلت لها في الغنية؟ مش عارف احساسي كي نخزر لك في عينك قلبي. ليه الغنية تاع بكري اللي غنيتها؟ دقك ربي ورجعتي لي وضرباتك الحيوت. مكتوبة في مركز. دقك ربي. شو سي معزة تروجي حب يتغنى بالمرأة والمزيانة والجميلة لا قالها دقك ربي ورجعت لي هذي اللي سمعني هذي باين كاتبها في زاوية هذي دقك ربي ما وقالها ريح السد
قال لها ريح السد وعنده كيلو حسيره فصل الكليب والله يسمع هذا ما يمنعش اللي يراه فنان ونحبه برشا والله العظيم ليه وين تو كتبت في فتره من عام 2002 البريود هذيك تكتبت فيها الاغنيه هذيا خاطر جراس اون هكا حكايه كانت سيت اون استوار حكايه نتاع علاقه قديمه وكيفاش ما عرفت كيما نجموا نلقاو المراجيع على راجل مثلا دقك ربي ورجعت لي وكذا وكذا شو اللي معايا ضربتك لحيوت اي وضربتك معناها اللي كنت تصب لك في اللايف مش بالضروره ورجعتي لي معناها لفتت انتباهي حاجه في الوقت اللي غني معزف الاغنيه نتاعو ايمان تشتح وتفاعلت رغم اني في ظهور سابق لها قالت اني ضد اللون الفني هذا وانتقدت الشابه وانتقدت الشابه ابتسام نقد شديد شفتها تشتح وتفاعلت وعملت جو واستغربت انا الحقيقه استغربت على خاطر الخلطه نتاع المواقف هذيا انا الحقيقه ما نحبوش ياسر شدوك يا ايمان شدوك بالكبشه يا ايمان ايا جاوبي صافي يا ايمان الريتم نتاع الغنيه والحقيقه رقيته متصالح مع روحه خاطر الغنيه اديسيون كيفاش ديكلاراسيون دامور اديسيون ليميتي اديسيون تونيزيان اديسيون سنتانات تقدم هذا الشيخ فيصل الصغير عملنا كليب يلا تو جاوب واش سمعنا يلا كليب جديد الاخراني عملناه بمناسبه عيد الحب اي لا ديكلاراسيون تاع سان فالونتان الاخراني انا والمدام انت والمدام معناها اسمها حياتي الغنيه ربي يفضل لك والحب يلا سمعنا يلا
فواز الترودي الفنان الرائع الجميل ديما يتحفنا بالجديد نتاعو. نسيتك في دقك ربي. كان ديكلاراسيون كيما قالت ايمان مش يعطيها على راسها يعطي. كان ديكلاراسيون دامور يعمل لنا اغنيه للحب. تحيه لحبيبتك وزوجتك. عايشك كيفاش. تبارك الله ناشطين الزوز على التيك توك ديما نتبع فيكم. يفضلك اي هي نشطه اكثر على الانستغرام. صراحه ماهكيش كيلي بو. ها قال؟ شنيا؟ شنيا قدور؟ سيلي بو. قال لك سيلي بو. سيلي بو صحيح. يلا اعطينا معز اش فما مهرجانات فما حاجات جديده فما كذا وكلمه الختام. بالنسبه للمهرجانات مازلنا كي قمنا الاسبوع الفارط لحد اللي فات خدمنا في معتمديه البطان نوجه لهم تحيه في ولايه منوبه. كان عرض سبحان الله معناها احنا بدينا والمطر صبت ومن بعد كي قص المطر عاودنا. المهرجان كان جمهور معناها متشوق برشا للعرض، جمهور كبير برشا، جمهور نحبه ونعزه برشا للقرابه الجغرافيه نتاعو. خدمت فيها انا البطان كاداره. ثم نهار الجمعه خدمت في مدينة قبلات في ولاية باجة. تحية لقبلات تحية لقبلات وأهاليها كل ولاية باجة ومجاز الباب الكل. تحية صلاح طرابلسي خاطر حومته. أي وفي الهمامي زاد تحية جورناليست صاحبتنا هاي من قبلات. كان العرض كيف كيف سبحان الله ما فما حد شيء. أنا بديت والمطر صبت ما شاء الله. دونك وجهك أخضر عرقوبك أخضر. الحمد لله وكان العرض مزيان وجمهور محب جدا للجو وكل شيء. عملت معهم جو والمطر تصب وإحنا قاعدين نشطحوا الحمد لله. فالك فالك به هذاك باش يجيب لك شرب برشا مهرجانات وبرشا فلوس وبرشا ان شاء الله قبول ان شاء الله. ميرسي بوكو معز. ان شاء الله عندي لقاء يوم 20 نهار 20 في زغوان. 20 ماي في زغوان. 20 ماي في زغوان ان شاء الله. كونوا موجودين بكثافه في عرض معز الترودي في زغوان واهالي زغوان ذواقين وفنانين ويحبوا الفن. اكيد ان شاء الله جوله كبيره سنة في المهرجانات. نتمنى ان يصافح الجمهور دائما بالحب بالجديد. بالنسبه لزملائي الفنانين كل نقدم لكم تحيه حب واحترام. راني كيف نتكلم هكا راهو غيره على الفنانين وغيره على زملائي واصحابي. انا نحب يكون القطاع يتصلح في تونس ولكن يتصلح بالتشاور بالشورى بيننا بالمحبه زاده وبال صلى الله عليه وسلم امركم شورى بينكم ديما نتشاوروا في بعضنا. رد بالك ايه قرانيه ذي في سوره الشورى. ربي قال وامرهم شورى بينكم. سامحني ايه قرانيه وامركم شورى بينكم ديما نتشاوروا في بعضنا. وامرهم شورى بينهم زاده قولها بصحيح وامرهم شورى بينهم صدق الله العظيم. ماذا بينا ديما نتشاوروا في بعضنا. الاطراف الكل تكون معناها داخله في القرارات والحكايات هذوما وربي يصلح شاننا وراينا وربي يفضل فنانين تونس ومواطنين تونس ويفضلكم انتم صحافه واعلاما. وسعيد جدا اني كنت معاكم نحبكم برشا. عايشك معز نورتنا وشرفنا وقلت انت قلت انت نتشاوروا يعطيك الصحه. قلت نتشاوروا ونحبوا بعضنا ونقبلوا اختلاف لبعضنا والاختلاف راهو يعطي كل اضافه. ميرسي بوكو معز نورتنا ان شاء الله ديما ناجح ومتالق. انت تحكي على الجماهير واحنا زاده باش نتوجهوا للجماهير ونقول لهم اللي يستناو في لي بون بلان جايينكم ديزادريس ياسر حلوين تبعونا.